مرلين. نعم مشاهدينا، إذا تستمر الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام في منطقة جبل الأربعين، تمكن الثوار اليوم من نسف المبنى الأصفر أو قصر السعودي كما يطلقون عليه، أيضا تمكنوا من تدمير دبابات وآليات للنظام، ووردت أنباء عن مقتل قائد العمليات عمليات النظام هنا، بالإضافة إلى مقتل عدد كبير من مرافقيه. للمزيد من التفاصيل سينضم إلي أبو همام القائد العسكري للألوية صقور الشام ليحدثنا أكثر عن سير العملية. أهلا وسهلا فيك أبو همام. حياك الله. وسهلا اخي ابو همام، مبدئيا تحكي لنا عن انتشار قوات النظام الاستراتيجيه، الطول، الاستيراد، عدد النقاط، اليات النظام. نعم اخي، يعني النظام الفتره الاخيره لجا الى ربط الحواجز بعضها ببعض من اجل تامين الطرق الى المدن الرئيسيه. فالنظام حقيقه يعني حواجزه ممتده على طرفي الاستيراد من ادلب وحتى جورين. يعني المعركة بدأت اليوم صباحا، ماذا حققتم خلال هذه المعركة حتى الآن؟ المعركة طبعا لا تزال مستمرة في محيط جبل الأربعين، واليوم كانت وتيرة مرتفعة تقريبا، حيث تم نسف مبنى القصر السعودي بنفق تم إعداده مسبقا في الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أن النظام تم إنزاله عن القمة جبل الأربعين بنسبة أكبر. هو كان السريتيل يعني معنا، ولكن هو في القصر الآن، هو في الأبنية التي ما بعد القصر فضل الله سبحانه وتعالى. كما تم تدمير دبابتين للنظام بالميم دال، وتم تدمير عربة بي ام بي كانت تحمل زخيرة، وتم استهداف سيارات إسعاف على جسر أريحة تتبع للنظام أيضا تقوم بنقل شبيحته فضل الله سبحانه وتعالى، وتم تأكيد مقتل عدد كبير من قوات النظام بينهم 3 ضباط برتبة عقيد مقدم نقيب. هذا تم التأكد منه عن طريق تجسس على قبضات الجيش. طيب الخطوة التالية بعد جبل الأربعين، يعني أهمية جبل الأربعين في حال أنتم سيطرتوا عليه، وين صرتوا؟ والله يعني عبارة عن معارك تحضيرية لمحاصرة النظام في إدلب والفوعة وقطع الطريق عنه في منطقة أريحة، وهذا حقيقة يتطلب يعني تكاتف بقية الفصائل والتحاقها في العمل حتى يتم العمل بشكل أوسع وضرب معسكرات ومناطق أوسع للنظام. الفصائل المشاركة في المعركة؟ والله الفصيل الرئيسي في هذه المعركة هو صقور الشام، ويعني مساعدة بعض الفصائل الصغيرة يعني بنسب معينة، ونأمل أنه تلتحق بقية الفصائل إن شاء الله تعالى بهذا العمل حتى يأتي بالثمرة المرجوة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب تم استخدام في هذه المعركة، تم استخدام لأول مرة صواريخ من نوع فيل، ممكن تحدثنا عنه شوي؟ نعم، يعني هذا الصاروخ لن نتحدث عن طريقة تصنيعه وكذا لأنه بدأ تدميره. نعم، يعني هو عبارة عن صاروخ يستطيع تدمير بناية كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. تم استهداف مباني فيل النظام وتم تحقيق هدف؟ نعم، ضربنا إلى الآن أكثر من 10 صواريخ، وتم أحد الصواريخ يعني سقط في مبنى للنظام، وسمعنا النظام على قبضاته يطلب الكمبريسات من أجل حفر وكذا لأنه لديه مجموعة تحت الأنقاض. طيب شكرا كثير لك أبو همام، شكرا كثير، الله يعطيك العافية. نعم مشاهدينا، إذا كما تحدث ضيفنا أبو همام القائد العسكري للألوية صقور الشام، لا تزال الاشتباكات مستمرة هنا في جبهة جبل الأربعين. سعي الثوار الآن لتحرير جبل الأربعين والاتجاه إلى مدينة أريحة، ومن ثم قطع الطريق والاتجاه باتجاه إدلب، أو يعني لا نعلم حتى الآن أين ستكون الوجهة، ولم يحدد لنا القادة، ولكن الأيام القادمة قد تكشف أين ستكون وجهتهم إذا ما تمكنوا من تحرير جبل الأربعين وأريحة. Yeah.